قال الإمام الصادق للنعمان: وقد بلغني أنك تفسر آية في كتاب الله، وهي قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شنو هذا النعيم؟ أنه الطعام الطيب والماء البارد في اليوم الحار. النعمان هالشكل كان يفسر الآية. النعيم يعني طعام طيب وماء بارد في الحار، تسأل يوم القيامة. الإمام الصادق يسأل النعمان، قال له: هالشكل تفسر الآية؟ فقال النعمان: نعم. فقال الإمام الصادق: إذا رجل دعاك وأطعمك طعاما طيبا وسقاك ماء باردا ثم امتن عليك به، قال مو ذاك اليوم أنا عزمتك في بيتنا، مو طيتك طعام طيب وماء بارد، هذا يفعله رجل كريم؟ أبدا لا يفعله رجل كريم. فكيف بالله تعالى وهو أكرم الأكرمين يحاسبنا يوم القيامة: ليش شربت الماء البارد؟ هذا منطق؟ أفيبخل الله تعالى؟ فتوقف النعمان. فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه عندما سأله النعمان: إذن ما هو هذا النعيم؟ فقال: النعيم حبنا أهل البيت.